غريت الشتاء. It's fun. حبيت التنوع اللي موجود. ما شاء الله القرية جميلة وفعالياتها حلوة. تنظيم حلو والأجواء حلوة. There's like fake snow everywhere and there's like little huts that kind of look like a Christmas market. مكان راقي وكذا حلو. قرية وايد حلوة. يعني حتى مكان تشوف فيه ناس أنت من زمان ما تشوفهم. أنا اليوم جيت قرية الشتاء واليوم في الألعاب كان في إضافات. كثيرة وألعاب كثيرة وحلوة. الألعاب حلوة. ركبت لعبة التزلج. استأنسنا ولعبنا لعبة. I think they have really great food. قسم المطاعم جدا ممتاز وحلو التنظيم اللي موجود هناك. Also, I enjoyed the show. Circus show was so amazing. Lots of entertainment for children and even for grown-ups. تشجيع لنا ان نشوف مثل الاماكن هذه حلوه بسلطنه عمان. صراحه استمتعنا واجد. I think it's been overall positive. وما شاء الله التنظيم ممتاز. واتمنى انها يسووها كل سنه. ان شاء الله يسووها السنه الجايه. So I would like to see it next year. I would really like to see this again next year. I'll come back next year. I really hope to come back here next year. وانصحكم كلكم انكم تجيوا هنا. احب قريه الشتاء.